أصلح لي دنياي وآخرتي. قالت السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام: اللهم اجعل ثأري على من ظلمني، وانصرني على من عاداني. اللهم لا تجعل مصيبتي في ديني، ولا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.